الكويت حقيقة نعم تحرق ما يعادل أكثر من 19 مليار دولار بالسنة من البترول الخام والغاز المصاحب، وهذه يعني أموال هائلة تهدر، كان ممكن الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى، إما بتحويل البترول المحروق إلى منتجات نفطية مثل كيروسين والديزل والبنزين أو غيره، أو تحويلها إلى منتجات بتروكيماوية تؤدي ما بين ضعفين إلى 7 أضعاف في بعض الحالات 10 أضعاف ثمن النفط الخام أو الغاز المصاحب. وبالتالي لابد أن نعيد النظر في أمور كثيرة. لما نتكلم عن الحرارة العالية، طيب الحرارة العالية هي مصدر للطاقة، كان ممكن نستخدم الثيرمال انرجي ونستخدم الأشعة ونستخدم الضوء لإنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الضوئية، كان ممكن بسهولة نستخدم الرياح لإنتاج الكهرباء، كان ممكن نستخدم غاز الميثان لإنتاج الكهرباء، كان ممكن نستخدم مفاعلات الهيدروجين لإنتاج الكهرباء. واليوم عندنا طاقات أخرى لها علاقة بالكينيتك انرجي، الطاقة الحركية مع المجالات المغناطيسية. أنا شفت قبل فترة بسيطة وحضرت استخدام جهاز ينتج ما بين 1 إلى 3 ميجاوات باستخدام الطاقة الحركية والمجال المغناطيسي، ويعني ينتج حوالي 72 ميجا باليوم 24 ساعة، وهذا يعني شيء كبير وثمنه حوالي 5 مليون يورو. بالتالي احنا نستطيع لو استخدمنا كل التكنولوجيا الموجودة بالعالم وعدنا النظر في قضية البترول المحروق وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية أو مستحقات، ممكن نحقق الكثير من هذه المزايا.